أخبار اليوم. من أول الدخول في دور وبعد كده يبقى عنده كاونترز كل كاونتر في دور. مجرد ما يدخل عندنا المواطن بيستقبل هنا الاستعلام عندي بيديله رقم انتظار بيشوف ايه الخدمه اللي هو بيحتاجها بيطبع له كمان الطلب بيساعد كمان ان هم لا يجد القراءه والكتابه لا ده بيكتب له الطلب ويفضل يستريح رقم قومي اعرف ان جاني امتى ووصلت ايه عندي الطلبه رقم الخدمه ايوه هسجل الرقم القومي تمام ما بقاش موجود موجود عشان خاطر عايز خدمه معينه ممكن هو نفسه يكون مكان لكبار السن يعني يكون بيخدم على لان مش دايما هتلاقي ان الشباك ممكن يكون متغطي بعمل ليه فبالتالي كبار السن ممكن يشتغل